الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات. من المقرر أن يبحث سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من دور الاتحاد في الارتقاء بقطاع الاتصالات في مصر. أما المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق أكد على تشغيل 13 قطار مكيف جديد بالخط الأول المرج حلوان، وأكد أن تم دخولهم الخدمة ضمن جدول التشغيل الطبيعي. أضاف أنه تم تشغيل هذه القطارات الجديدة ضمن التعاقد المبرم مع الشركة الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطار جديد للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه.